بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الرابعة على التوالي في المملكة. قوانين جديدة في أوروبا تجبر البنوك على حماية العملاء من الاحتيال. أمريكا تقبض على 4 أشخاص يهربون شرائح ذكاء اصطناعي. يعني ما أدري شلون موضوع التهريب اللي رايحين فيه باتجاه الشرائح الإلكترونية. بس المهم أيضا الذكاء الاصطناعي صار هو اللي يتمم الهجمات السيبرانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. شوفوا في بلاك هات دقائق يبدأ المؤتمر، بس الحلقة مو عنه، لا الجمعة إن شاء الله حلقة بلاك هات، فخليكم متابعين وكل شيء جديد دائما في الأخبار أول بأول. بس خلنا نوضح شيء مهم، ترى مؤتمر بلاك هات بنسخة الرابعة أقيم هنا عندنا في الرياض في ملهم طبيعي لما نتكلم على نفس أرض المعارض. 3 أيام حيكون عندكم فرصة أنكم تحضروا إذا شفتوا الحلقة اليوم. أيضا محطوط لكم رابط التسجيل في وصف الحلقة. المكان هذا مناسب لكل شخص مهتم في مجال الأمن السيبراني، الخبراء، الطلاب، المستثمرين أو حتى الهواة وغيرهم، بل اللي عندهم أعمال يقووها يحسنوها يدخلوا مجال الذكاء الاصطناعي، يكون إنه أيضا الأمن السيبراني في مجال الذكاء الاصطناعي شيء جدا مهم. كل المهتمين من حول العالم مرحب فيهم. لا ننسى أشياء عالمية قاعدة تصير وكل مالهم قاعدين يجهزوا الأصوات قاعدة ترتفع بشكل جدا أكبر. حياكم، وهالمكان هو الأنسب لكم. نتكلمنا على المستقبل كمان في ريادة الأعمال. داتا ليكسنج أحد الشركات اللي تكلموا عليها في كلمة الافتتاح نفسها، شركة سعودية من كم موظف الحين تبارك الرحمن يقدموا خدماتهم بشكل عالمي. في المملكة العربية السعودية هي المكان الصحيح أنكم تجيبوا أعمالكم وتنتشر أعمالكم في موضوع عالمي، وهتحصلوا هنا على الاحتضان، تحصلوا على الدعم، تحصلوا على كثير من التمكين، وبالتأكيد هذا كله بيعود على الإيجابية على أعمالكم نفسها. دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على قوانين جديدة تجبر البنوك ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت على حماية عملائهم بشكل أفضل من الاحتيالات، بالتالي لابد من تحسين تقنياتهم وخدماتهم حماية العملاء من الاحتيال عبر الإنترنت والرسوم الخفية وتسريب البيانات. الحين إذا فشلت هالجهاز في حماية العملاء ومع الاحتيال بتقنيات مناسبة، حيتم إجبارهم على تغطية خسائر العميل نفسه. يعني تخيلوا تصير عملية احتيال معك، الجهة اللي بينك وبين المحتال هي اللي تغطي لكم التكلفة. فهنا أيضا بيتم إلزام المنصات اللي تعرض الإعلانات على منع الإعلانات الاحتيالية. القوانين قد تكون ضرورية جدا الحين لحماية المستخدمين في فترة كثر فيها الاحتيال الإلكتروني مع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، واللي أكيد بتساهم في زيادة وتيرة الاحتيال. قلت لكم في البداية إنه أمريكا تقبض على 4 مهربين للشرائح في الذكاء الاصطناعي. أوكي، السالفة وما فيها، ترى الأربعة تم القبض عليهم لأنهم يهربون شرائح جي بي يو من إنفيديا إلى الصين بشكل غير قانوني، واللي حاولوا تصدير شرائح متطورة محظورة على الصين من خلال تزوير الأوراق والعقود على أساس كذا قدروا يشحنوها. المتهمين بنفس الفعل تمكنوا من تصدير 100 شريحة A100 من إنفيديا حسب نفس التقارير. كل الجهات الرسمية تمكنوا من إيقاف العملية الأخيرة واللي كانت تحتوي على شرائح الـ H100 وأيضا 200، فضبطوا الأمور على أساس إنهم يودوا أشياء ثانية. هذه القضية تعكس بالتأكيد المنافسة التقنية بين أمريكا والصين خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، بحيث إنه أمريكا تبي تحافظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال القيود الصارمة. حطوا في خاطركم أيضا تهريب الشرائح لا يعني استخدامها فقط، بل أيضا محاولة تقليدها ونسخها وغيرها من الأمور. الصين نفسها ما هي بعيدة أبدا من أمريكا حسب كلام جين سينغ هوانغ رئيس إنفيديا، بأنهم يبتكروا أشياء تنافس أمريكا بالقدرات والأشياء العالمية اللي موجودة في مجال الذكاء الاصطناعي. رسميا المملكة هي الثالثة عالميا في نماذج الذكاء الاصطناعي حسب مؤشر ستانفورد 2025، فالمملكة تصنف في المرتبة الثالثة بعد أمريكا والصين. مبروك أكيد لنا جميعا عقبال المركز الأول بإذن واحد أحد في هذه الترتيبات، وأكيد الصدارة في أكثر الأمور. شركة أنثروبيك أكدت أن الذكاء الاصطناعي صار يساعد في المجال السبراني سواء في الخير أو حتى في الشر. هذا الأمر صار في بيان رسمي طلعوه أظهر تضاعف القدرات السبرانية خلال 6 أشهر، وأيضا الشركة كانت تتوقع نمو سريع لتقنيات المجال نفسه. بس اللي صار، لاحظت الشركة في شهر سبتمبر 2025 شيء غير كذا مو عادي، لقوا إنه في أمور قاعدة تصير باستخدام كلود وغيرها من الأمور. اكتشفت الشركة إنه في حملة تجسس متطورة جدا استخدمت في الهجمات قدرات الأجنتك AI اللي هم وكلاء الذكاء الاصطناعي، بحيث إنهم جعلوا نفس الوكلاء حقون الذكاء الاصطناعي هم اللي ينفذوا الهجوم السبراني بشكل جدا كبير. هذا يعتبر أمر مو عادي ولأول مرة يصير في العالم بهالطريقة. وكمان لابد نحط في خاطرنا إنه الهجوم نفسه صار على 30 جهة في القطاع المالي والنفطي والكيميائي، وأيضا نتكلم على قطاعات أخرى اقتصادية وحكومية ومنها شوي نجحت. نفس شركة أنثروبيك تقول إنه الجهة المنفذة للهجوم استخدم المجموعة المهاجمة لأداة الكلود كود وضبطوا عليه حتى جيل بريك على نفس الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه الأداة خاصة بأنثروبيك عشان يتسللوا لها 30 جهة العالمية. بين الشركات هذه زي ما قلت لكم كان في شركات صغيرة ونجح فيها الموضوع، وهذا الموضوع اللي نجح كمان صار فيه تسريب بيانات واخذ بيانات بسبة هذا الهجوم. الهجوم ونجاحه وعدم نجاحه والتصدي عليه في مجموعة هالجهات خلينا دائما حريصين، وبرضه نعرف ان وكلاء الذكاء الاصطناعي مهمين جدا خدمة الناس العاديين والشركات عشان نتجهز لهم، بس كمان لازم الجهات الرسمية تكون جاهزة للخطوة الجاية من أمن سيبراني مندمج في الذكاء الاصطناعي. فهنا حيشوفوا انه الترند هذا قاعد يزيد، حيصير اموره جدا صعبة الايام الجاية. المهم تابعوا كل جديد اول
أول بأول حلقة الجمعة. لا تنسوا هي حلقة بلاك هات وكامل التفاصيل والإعلانات والأشياء الكبيرة اللي أنتم إن شاء الله جزء منها. نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على خير بإذن واحد أحد.